إيران بدأت تشهد الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية المقررة يوم الجمعة 19 مايو الجاري، واللي بيتنافس عليها 6 مرشحين. أعلن لحضراتكم هذا التقرير عن الانتخابات الرئاسية في إيران، نتابعه معكم. مع انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية في إيران المقررة الجمعة المقبلة، يتصدر المرشح المعتدل والرئيس الحالي حسن روحاني مؤشرات استطلاعات الرأي غير الرسمية داخل إيران أمام منافسه الشرس إبراهيم رئيسي، المرشح الملقب بمرشح المرشد لقربه من هرم السلطة الذي يحظى بدعم المؤسسة الدينية. في الوقت ذاته ينقسم الشارع الإيراني بين المرشحين ويرتفع سقف توقعات من أجل إيجاد حلول للأزمات الاقتصادية وحل مشكلة تفشي البطالة وتوفير المساكن ومساعدة الشباب على الزواج في سن مبكرة والإصلاح السياسي وتحسين وضعه المعيشي والمساواة بين الجنسين والمزيد من الحريات. وفي حال فوز المرشح الإصلاحي المدعوم من كوادر التيار الإصلاحي والمعتدلين والأصوليين المعتدلين، فضلا عن مساندة الزعيم الإصلاحي محمد خاتمي لدى الفئات الشبابية التي تشكل أغلبية التكوين المجتمع الإيراني أحلامها الواسعة، أبرزها رفع سقف الحريات وخلق فرص عمل أمام الجموع الإيرانية التي تأمل في إنعاش اقتصادي يحقق لها نهضة اجتماعية، والنخبة تحلم بتغيير جذري في سياسات طهران ومتابعة اتفاقيتها النووية وانفتاح لا يعرف الحدود.